أحسن الله إليكم شيخ، إذا فات العبد قيام الليل هل تقرأ بالنهار شيء؟ نعم، إذا فاته وتره من الليل فإنه يقضيه النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس الضحى ويشفعه. فإذا كان يوتر 11 ركعة فإنه يجعلها 12 ركعة، وإذا كان يوتر ب3 فإنه يجعلها 4، وهكذا فيقضيه بالنهار مع الوتر ويشفعه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا فاته قيام الليل. نعم.